بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية على الثقة السامية التي وضعها في شخصي المتواضع من أجل تسيير أعمال الحكومة في الفترة الماضية، تجسيدا لالتزاماته وبرنامجي الثري من أجل جزائر جديدة. وكما أهنئ أخي السيد ندير العرباوي على هذه الثقة السامية التي نالها من طرف السيد رئيس الجمهورية وهو أهل لها، وأتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهام الجسيمة مضيا ويمضي بالجزائر للأفاق التي نرجوها جميعا إن شاء الله، تجسيدا لما تبقى من التزامات السيد رئيس الجمهورية. فمباركا له هذه الثقة وأعانه الله على هذه المهام الجسيمة. شكرا لكم.